سبب يعني انا حابب اشرح، يعني اشرح لكم الفريكاس فلو فالويشن. تمام، دي فيها فكرتين، دي المسالتين اللي هشرحهم دلوقتي، هي هو اللي الدكتور بعتتهم على الجروب وقالت حلوهم، مهمين جدا جدا يعني. ها جدا، ركزوا على كلمه جدا دي. يعني اول حاجه انا هشرح لكم كده بشكل عام، يعني اول حاجه الاندستريز دي هي كونس، هي عايزه تكون بابليك. تمام، هما مش متاكدين على الفير اوفرنج برايس، تمام، فور الكومباني. تمام، عشان هما قبل ما يختاروا هما انفستمنت بانكر عشان يشوفوا السعر وكده، هما قرروا ان هما يعملوا الاستيميت بتاعتهم هما للفيرمز كومن ستوك، تمام، والفيرمز سي اف او باستخدام الفري كاش فلو فالويشن موديل. تمام، في معانا شوية معلومات للويتد اللي هي الواك ب11%، المعايا كام؟ معايا 1,500,000 دي الديبت على الشركة، 400,000 بريفيرد ستوك. تمام، والاستيميتد فري كاش فلو اوفر ذا نيكست 3 ييرز اللي هو من 2004 ل 2008، وار جيفن البيانات موجودة ده عندي اهي. تمام، وجايب لي انه الجروس انيولي 3%. هو عايز نحسب ايه؟ هو باختصار هنا عايز نحسب estimate the value of industries دي entire company by using free cash flow model. اول حاجة همشي زي ما هو عايز، اول حاجة بجيب ال value of free cash flow من 2009 لما لا نهاية، تمام، عشان اشوف كم مستقبلا كم هتجيب الشركة. تمام، بعدين هعمل ايه؟ لو انا عايز احسب من 2009 لما لا نهاية هطلع كم؟ هطلع معايا الفري كاش فلو بتاع 2009 ديفايد الكي ماينس الجي فري كاش فلو. تمام، لو انا عايز احسب فري كاش فلو بتاع 2009 اعمل ايه؟ هضرب الفري كاش فلو بتاع 2008 اللي موجود عندي في البيانات هنا، اخر سنة مش لازم الا اخر سنة، ملتبلاي كم؟ بصوا عايز اوريكم حاجة، هنا اخر سنة كام؟ 2008. هنا انا بقول له اول حاجة انا بحسب لك الفاليو اوف فري كاش فلو السنة اللي بعد 2008 كام؟ 2009 الى ما لا نهاية. تمام، وبعدين بقول له الفري كاش فلو بتاع 2009 احسبه ازاي؟ هو عبارة عن الفري كاش فلو بتاع 2008 اللي هو 390,000 ملتبلاي 1 بلس الجي اللي هي الكام؟ اللي هي الجروس اللي هي 3% على النسبة اللي هي الواك ماينس الجي اللي هي 11 ماينس 3%، اطلع معايا هنا الرقم على طول. تمام، طلع معايا الرقم 5 مليون دولار. بعدين انا عايز احسب دلوقتي ايه التوتال فري كاش فلو بتاع 2008، هقول له انه اخر سنة معايا هنا 390,000 دولار بلس الخمسة مليون اللي هما هيطلع معايا 5,400,000 وحاجة كده وكسور يعني. تمام، بعدين على طول ايه بروح الجدول اللي فوق هنا، الجدول اللي فوق هحط الجدول زي ما هو بالظبط، الفري كاش فلو زي ما هي بالظبط، بس هاجي لعند 2008 بدل ما كانت 390,000 هغيرها بالتوتال فري كاش فلو بتاع 2008 اللي هو بقى 5,400,000. تمام، بالنسبه للبريزنت فاليو الارقام دي النسب دي بجيبها منين؟ دي الدكتور هتجيبها جيفن. تمام، ودي بتعتمد كل نسبه كل ويتد افريج كوست اوف كابيتال ليها بريزنت فاليو مختلفه، ركزوا بس وانتوا بتحلوا بس على الحته دي. بس الدكتور كده كده هتجيبها لنا جيفن، نضرب الفري كاش فلو في البريزنت فاليو هيطلع لي ارقام نجمعهم، ده هيطلع لي ايه؟ الفاليو اوف انتاير كامباني اللي هو الفي سي اللي هو عايزه هنا في مطلوب ايه؟ مطلوب بيه هو عايز ايه؟ مطلوب بيه هو عايز الكومن ستوك فاليو، كومن ستوك فاليو اطلع على طول ام الفاليو اوف انتاير كومباني اماينس منها الايه؟ اماينس منها اللي هو الديبت اللي معايا فوق اهو اللي هو بمليون و500، وايه تاني؟ والبريفيرد وهيطلع معايا 2 مليون. تمام، انا معايا دلوقتي 2 مليون كويس زي الفل. تمام، بعدين رقم 5، تمام، المطلوب اللي هو سي، هو بيقول انه في عدد ستوك كم؟ 200,000 الاوتستاندينج وكده شيرز اوف كومن ستوك. تمام، والاستيميتد هو عايز ايه؟ الاستيميتد فاليو بير شير، هقسم الرقم اللي هو الفاليو اوف كومن ستوك
اللي هو 2 مليون، هقسمه على 100 ألف اللي هو عدد الأسهم، هيطلع معايا $10.75 بير شير. تمام، شرحنا الفكرة دي لحد دلوقتي، الفكرة كويسة. تمام، نيجي للفكرة التانية. الفكرة التانية بيقول ايه؟ اسيوم انه عندك فرصة انك تشتري السهم بتاع كولتك دي انكوربوريشن مثلا، والاي بي او بيوفر السعر ب 12 بوينت 12.5 دولار. تمام، احنا كبتاع فاينانس احنا درسنا وتعلمنا، مش عشان نشوف السعر ده ونروح نشتري ويلا وكده خلاص، يلا نروح نشتري وخلاص. لا، احنا اتعلمنا عشان ايه؟ الشركة دي مثلا انا كصاحب شركة مثلا عايز اشتري الشركة دي مثلا، وانا عايز اشتري مثلا في الشركة دي بدل ما احط فلوسي كده يعني ما استثمرهاش ولا اي حاجة. وهو بيقول ايه؟ انه although you are interested very much interested in owning، انت عايز تشتري دي الشركة دي، انت ناوي انك تشتري الشركة دي، تمام، بس انت عايز تشوف انه السعر ده اللي موجود هل هو fairly priced ولا اي كلام، ولا كده سعر اتحط وخلاص، ولا over valued under valued. تمام، بعدين بيقول لي ان هو determine the value of shares. تمام، you have decide to apply the free cash flow valuation model to the firm's financial data. المهم انا معايا financial data وكل حاجة، وعايز اشوف هل السعر ده مبالغ فيه ولا لا، وهل انا ينفع اشتري ولا ما ينفعش اشتري. تمام، اول مطلوب هو هنا عايز ايه؟ عايز استخدم الفري كاش فلو فالويشن موديل تو استيميت الكومن ستوك فاليو بير شير. تمام، انا همشي نفس الخطوات اللي كانت في المساله الاولانيه. هنا معايا، بصوا هنا الداتا اللي انا عايزها هنا موجوده في الجدول الاذر داتا. تمام، اللي هي 2%، ولا هقول له هنا الفاليو اوف، بصوا هنا مثلا اخر سنه معايا 2007، هروح قايل له ايه؟ فاليو اوف كو اوف فري كاش فلو من 2008 الى ما لا نهايه، واطلع له الفري كاش فلو بتاع 2008 اللي هو اضرب الفري كاش فلو بتاع 2007 مليون و100 في 1 بلس 2%. تمام، هنا الكي ماينس الجي اللي هي 2% هيطلع لي 18 مليون و800 الف. تمام، هقول له بعدين ايه التوتال فري كاش فلو بتاع 2007، اخد المليون و100 بتاع 2007 بلس 18 مليون و700 واكمل معايا الرقم. البيانات اللي موجوده هنا في الجدول في المساله زي ما هي، نفس الارقام نفس كل حاجه، بس الفري كاش فلو بتاع 2007 هيبقى 19 مليون و800. البريزنت فاليو دي بتتغير حسب الويتد افريج اوف الويتد افريج كوست اوف كابيتال، بتتغير بناء عليها. تمام، وبعدين بحسب الارقام دي بضرب الفري كاش فلو في البريزنت فاليو هيطلع لي الارقام دي، هجمعهم على بعض هيطلع لي الفاليو اوف انتاير كومباني، ماينس منها برضو الديبت والبريفيرد هيطلع لي 12 مليون. تمام، بعدين نشوف الاستيميتد ال 12 مليون دي اقسمها على كم. لو جينا نشوف هنا مثلا الاوتستاندينج شيرز مليون و100، هقسمها على الاوتستاندينج شيرز هيطلع معايا انه الاستيميتد فاليو بير شير 11.764 دولار بير شير، واللي كان موجود معايا السعر كام؟ 12.5 دولار. يعني مثلا يعني هم حاطين سعر 12 دولار، وانا لما جيت احسب الحسبه بتاعتي واشوف تاريخ الشركه وكل حاجه وكده طلع لي 12 دولار. لا، انا مش هشتريها خالص، يعني عشان هي هم حاطين سعرها 12 دولار، وانا لما حسبت طلعت مثلا 11 دولار. لا، انا لو ماجي يعني انا مش هشتري. ليه؟ عشان اوفر فاليود، هم مدينها قيمه اكتر من قيمتها، وانا مطلعها 11.764. هعمل كومنت بناء على الكلام ده. تمام، الفكره بصوا هنا المطلوب سي هو عايز ايه؟ المهم بيقول ان هو الجروس بدل ما بقيت 3 بدل 2 هغير 3 هنا ونفس نمشي قبل كده، وهطلع لي هنا الرقم وهجمع هنا في التوتال فري كاش فلو بتاع 2007. تمام، وهحسب هنا الكلام كله. تمام، واحسب برضو الفاليو الفي اس يساوي الفي سي ماينس الفي دي ماينس الفي بي، هيطلع معايا 15 مليون. المهم في الاخر هشوف التوتال ده استيميتد فاليو بير شير هيطلع 14.4 دولار. دي انا شايف انه الشركة دي والسهم ده سعره كذا، فلما الشركة حطت سعر مثلا معين اللي هو
$12.5 ده ما انا بيني وبين نفسي مثلا في الشركة هقول لا، الشركة دي اندر فاليود، انا لما اشتريها بالسعر ده فده كويس بالنسبة لي، تمام. وكل ما زاد، وهقول ان كل ما زادت جروس كل ما زادت الفاليو اوف شير، خلاص. وده الكومنت بتاعي، تمام. بالنسبة لل comparable company analysis ده اللي هو النوع التاني اللي على 20 درجة برضو، وعايز اقول لكم ايه، بصوا المسألة دي هقول لكم. بصوا بالنسبة للجدول الاولاني ده جيفن، والمسألة التانية ده اللي هي قوانين، تمام. المسألة دي قوانين، الجيفن الكولوم ده اللي هو التارجت كومباني ده جيفن برضو، تمام. المربعين دول جيفن، بس ان احنا نحسب التيك اوفر بريميوم، تمام. بعدين نيجي على طول لل كنت هقول ايه هنا، طبعا دي ليها قوانين، تمام، ليها قوانين هنشوفها كده. طبعا انا رتبت الحل في ورقة كده، هتشوفوا ان الورقة دي منظمة كده وشوية وتفهموها. يعني اول حاجة مثلا هنا 20، تمام. هنا انا بعتمد على الجدول الاولاني عشان اطلع الجدول التاني، اهو مثلا 20 ديفايد 1، 20 ديفايد كده، تمام. وباخد الفاليو دي واطلعها، واطلع القيم دي اللي موجوده معايا، القيم اللي هي بالدايره دي هي اللي موجوده في الجدول التاني، تمام. بس بحسبها بقوانين عن طريق الجدول الاولاني، تمام. دي نقطه. نقطه تانية، المين بحسب مثلا ال 20 وال 17.58 وال 17.20، اجمعهم على عددهم هيطلع لي 18.26، وهكذا بمشي بالمين، تمام. بعدين بالنسبة للتارجت كومباني فالويشن فاريبلز ده اللي هو القوانين اللي فوق دي، تمام، واللي موجودة في جدول 1. وبعدين التارجت كومباني ايه دي اللي هي جيفن، تمام. معايا ال كومباريبل كومباني فالويشن فاريبلز دي اللي هي الاسماء القوانين اللي موجودة هنا في الجدول الاولاني، طبيعي مفيش اي حاجة. بعدين بيقول هنا مين مالتيبل فور كومباريبل كومباني اللي هي المين اللي هي طلعتها في الجدول الاولاني، كل حاجة هنا موجودة زي الفل. هضرب التارجت كومباني اضربها في المين مالتيبل فور كومباريبل كومبانيز، هيطلع لي استيميتد ستوك فاليو بيزد اون كومباريبلز، هجمعهم دول الأربعة الأرقام اللي هي 35.61 و31.81 و34.02 و32.42، هجمعهم على عددهم هيطلع لي 33.47. الرقم ده مهم جدا اللي هو الاستيميتد ستوك فاليو، تمام. نيجي عند الجدول الثالث اللي هو اسم اللي هو اول 3 كولومز فيه دول جيفن، تمام. بعدين القانون بتاع التيك اوفر بريميوم بيقول ايه، التيك اوفر بريميوم بيقول ايه، بيقول لي انه التيك اوفر برايس بي ماينس الستوك برايس براير تو تيك اوفر ديفايد الستوك برايس prior to take over multiply 100. زي ما انا طبقت هنا وطلعت النسب دي مثلا 23.9% و31 و17% و19% و22.4%، دول جمعتهم على عددهم طلع لي 22.9. بعدين المطلوب هنا بيقول ان هو عايز ايه، الاستيميتد تيك اوفر برايس اوف ذا تارجت، ده اللي هو ايه الاستيميتد ستوك فاليو، استيميتد ستوك فاليو اللي هو 33.47 اللي طلعته قبل كده، ملتبلاي 1 بلس الاستيميتد تيك اوفر بريميوم ده اللي انا حسبته اللي هو 22.9، 33.47 ملتبلاي 1 بلس 22.9% هيطلع لي $41.14، ده اللي هو الفير فاليو. وجود لك وربنا معانا ان شاء الله، وركزوا على الزيرو والكونستنت برضو، كنت عامل فيهم فيديو قبل كده، وان شاء الله خير، ربنا معانا كلنا يا رب ان شاء الله.